ما هو العمر المثالي أو الفترة الذهبية لكي تنجب المرأة أطفالاً أكثر صحة دون مشاكل وتشوهات خلقية لا سمح الله؟ وفقاً لآخر الدراسات والأبحاث، فإن العمر المناسب هو بين 23 و32 عاماً، 9 سنوات ينصح باقتناصها. بالفعل طبعاً باحثون مشاهدينا في جامعة سامير لويس حللوا بيانات أكثر من 30,000 حالة ولادة وتوصلوا لهذه النتيجة بالفعل. وتأتي الدراسة في وقت يشهد ارتفاعاً في سن الولادة الأولى للأمهات يبلغ في المتوسط 30 عاماً وما فوق، والسبب تغير مفهوم القيم الأسرية وإعطاء المرأة الأولوية لمسيرتها المهنية. على كل حال مشاهدينا، زميلتنا لميس إبراهيم ستطلعنا على المزيد من التفاصيل حول هذه الدراسة وبياناتها. تفضلي يا لميس. يلا جاهزين؟ يلا أعطينا معلومات. التشوهات الولادية بحسب الدراسة تعود بالنسبة للأمهات الشابات لعوامل تتعلق بنمط الحياة، بينما في الأمهات ذوات السن المتقدمة فإن للآثار البيئية وشيخوخة البويضات دوراً في ذلك. فخطر الإصابة بعيوب خلقية للأطفال يزداد بحوالي 5 عند الولادة دون السن 22 عاماً مقارنة بالنساء في فترة الإنجاب المثالية. كما أن النساء في أوائل العشرينات أكثر عرضة بنسبة 25% لولادة أطفال يعانون من عيوب في الجهاز العصبي المركزي، ولكن أكثر عرضة لولادة أطفال بعيوب خلقية في الجهاز الهضمي بنسبة 23%. أما عن نتائج الدراسة على الأمهات الأكبر سناً فوق 35 عاماً، كنا أكثر عرضة بمرتين لإنجاب طفل مصاب بتشوهات في العينين والأذنين والوجه، وأيضاً كنا أكثر عرضة لإنجاب أطفال مصابين بعيوب في القلب، بالإضافة إلى تشوهات أكبر في الجهاز البولي. الأمهات الأكبر سناً أيضاً لديهن احتمال ولادة طفل مصاب بشفة مشقوقة بنسبة 45%. مشاهدينا، معنا الآن في الاستوديو اختصاصية أمراض النساء والتوليد الدكتورة ديما بدر الدين. أهلا وسهلا فيك دكتورة. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. تفضلي دكتورة. دراسة تتحدث عن فترة ذهبية ما بين 23 ل 32 عام. هلأ معروف بأنه دائما، يعني كل النساء يمكن بتعرف خصوصا اللي أنجبوا، بأنه بعد سن 35 بتبلش جودة البويضات تقل، وبالتالي للأسف ببلش يكون في فرص أعلى لحدوث مشاكل سواء خلال فترة الحمل أو مع الجنين. هل عم نحكي الآن عمالها بتصغر، يعني هذا المتسع للإنجاب عماله حتى يقل أكثر وأكثر؟ بداية صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير سمر. صباح الخير لكل اللي عم يحضرونا. أكيد في دراسات كتير حول هذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع حالياً عم يلقى كتير اهتمام. عم نلاحظ في عنا زيادة وتأخر بسن الإنجاب لدى السيدات. يعني ما قبل كان السن الوسطي لإنجاب الطفل الأول هو 24 سنة، حالياً السن الوسطي هو 30 سنة للإنجاب، فأكيد في كتير دراسات حول الموضوع. الدراسة اللي عرضتها حالياً بيّنت أنه العمر الأمثل هو بين 23 ل 32. مثل ما حكينا في كتير دراسات، بس خلينا نقول وسطياً معظم الدراسات والجايدلاينز لساتها بتعتمد عمر ال 35 35. طبعاً بس عشان يعني نوضح إذا بتسمحي لي سمر، بأنه إحنا ما عم نحكي بأنه أي سيدة بتنجب بعد ال 35 رح يكون في مشاكل، لا طبعاً هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى تماماً. ولكن تزيد الفرص تماماً. وممكن تنجب طفل صحي. قبل شوية سألت شات جي بي تي منه هي أكبر مرة، يعني شقد كان عمرها، وكان رقم 66 سنة، وكان ابنها هيلثي يعني تمام. صحي تمام. فبس هذا ياخذني الى سؤال اخر، انه ليش يقولون دائما انه المرأة مثلا بالأربعين تقدر تجيب اذا كانت جايبة اولاد قبل، بس ممكن وحدة متزوجة حديثا ما عندها اولاد قبل ما تقدر
تحمل مرة ثانية؟ ما له كثير مستقبل. مش صح. طيب سؤال آخر عن الخصوبة، كنت أتحدث مع راوية قبل قليل، اليوم في قصة الأج فريزينج أو تجميد البويضات، العديد من الشباب يقوم بها اليوم بسبب تأخر سن الزواج مثل ما ذكرتي، طب هل هذا إذا امرأة لم يسبق لها الزواج سابقا هل ممكن أن تقوم بعملية تجميد البويضات، وما هو العمر المثالي لقصة تجميد البويضات؟ طبعا هو الهدف الأساسي منها هو الحفاظ على الخصوبة، يعني نحن في عنا ما يسمى تقنيات الحفاظ على الخصوبة اللي حاليا نحن بننصح فيها السيدات وقت بيتأخروا بالزواج إنه يلجأوا لها لحتى يحافظوا على خصوبتهم بحال اضطروا لتأخير الزواج، أو مثلا السيدات اللي ممكن يتعرضوا لمشاكل صحية معينة مثلا مثل الأورام أو شيء تعرضوا لعلاج كيماوي أو شيء ممكن ينقص لهم خصوبتهم، فمو بالضرورة تكون السيدة متزوجة، يعني أكيد هي فيها تحافظ على خصوبتها وتقوم بتجميد البويضات قبل الزواج. حتى بتقنيات الحفاظ على الخصوبة في عنا شقين، في تجميد البويضات وفي تجميد الأجنة. تجميد البويضات بنلجأ له غالبا وقت السيدة بتكون لسه ما ملاقية شريك حياتها، ما متزوجة، بينما تجميد الأجنة بنلجأ له عادة وقت بيكون في كابلز بس انهم بيقرروا انه يتأخروا لغاية اي عمر بيقدروا يتجمدوا. العمر الأفضل، العمر الأفضل هو بين 30 و 37 للتجميد، هو العمر الأفضل. سبحان الله، بينما للإنجاب يعني قبل هيك بحوالي 10 سنين. تماما تبقى بويضات. في فكرة جدا مهمة، دراسات كتير صارت حول الموضوع، قبل عمر 30 ما منفضل انه يصير في عنا تجميد بويضات. البويضات بنوعية جيدة اكيد وبكمية طبعا كمان جيدة، بس نحن بيعتبروا انه السيدة اللي حتتأخر حتى تستعملهم، يعني بعد 10 سنين هي ممكن انه تكون لسه فيها خصوبة جيدة وتقدر انها تنجب بالشكل العادي بدون هاي التقنية. افضل عمر بيوصوا فيه بين 30 ل 37. الحقيقة انا هذا الموضوع بحثت فيه بعمق لأني عملت حلقة لبرنامج كلام منطقي على العربية بودكاست. أكثر ما لفتني هو أنه قدرة المرأة إذا كان لديها رحم صحي وهي تتمتع بصحة جيدة بغض النظر عن عمرها، قدرتها على أنها تحمل، أنها تشيل طفل في رحمها لا نهائية، تستمر تماماً لغاية ما تموت إذا كانت صحية. البويضات، عمر البويضات، جودة وعمر البويضات. طيب قديش البويضات هدول دكتورة ممكن يعني يتجمدوا؟ لا شو أقصى مدة؟ في كتير كمان حكي ودراسات حول الموضوع، ما قدروا يحددوا ليمت معين أو رقم معين إنه نحن بعد مثلا 10 سنين خلص هاي البويضات ما أنا منيحة، لا لسه تختلف حسب البويضة ذات نفسها، حسب التقنية اللي عم تستعمل، حسب السيدة. يعني مثلا في أجنة مجمدة تم استخدامها بعد حتى 20 سنة. واو. وتم الوصول لجنين حي وبصحة كاملة. بس أنا بس بدي أعلق على نقطة، نحن حكينا العمر الأفضل هو بين 30 و 37 لتجميد البويضات، بس نقول الماكسيموم قيمت فيها أقصى حد أنه تقوم بتجميد البويضات يفضل قبل 45. يعني قبل 45 إذا بدها تجمد بويضات لازم يكون قبل هذا العمر. يعني نحن بنقول خلينا بالفترة الذهبية اللي هي بين 30 و 37. طب دكتورة بس سؤال أخير اليوم، يعني لاحظ هناك الكثير من النساء بعمر أصغر مدى يصير عندهم أولاد، يعني قبل الفوق 35 ممكن تلاقي صعوبة، اليوم نلاحظ أنه بعمر العشرينات يعني 27-28 مدى يصير عندها حمل، ما يعني شو اللي أدى إلى هذا الخلل؟ تماماً هذا الشيء اللي بدنا نحكي فيه، أنه مو بس التأخر هو بيعمل لنا مشاكل، كمان الإنجاب الباكر فيه مشاكل. تمام؟ يعني نحن الدراسات عم تحدد الفترة الذهبية اللي هي أقل قدر من الاختلاطات والمشاكل. قبلها في عنا مشاكل وبعدها في عنا مشاكل، بس أنا بدي أكون شوي إيجابية، أنه بس بدي أقول أنه الدراسات بيّنت بالرغم من عند التقدم بالعمر ممكن تنقص نسبة الخصوبة وممكن يصير عنا زيادة احتمالات المشاكل والاختلاطات، بس كمان بيّنت أنه معظم السيدات يلي بينجبوا بعمر متأخر حتى فوق 45 وبيوصلوا لل50 عم يقدروا بالتقنيات والمتابعة الجيدة أنه يوصلوا لحمل صحي ولجنين بصحة جيدة يتغلبوا على هاي المشاكل. يعني نحمد الله طبعا على تقدم الطب لهذه الدرجة. شكرا جزيلا لك. شكرا طبعاً دكتورة شرفتينا. شكرا جزيلا. اختصاصية أمراض النساء والتوليد كانت معنا في الاستوديو. شكرا. أهلا وسهلا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.